السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بخير. ما يصير افتح الدريشة، الدريشة بوي ثلج خارج، ثلج والله انه ثلج خارج. يا رب البيت والحرام، حرام ينها يمت الوحدة. هي والله لرويلاتي صاحيات، تلقطني ابوي ينقز على كراع واحد وياكم انتم هني اللي تربحون. ان شو اسوي؟ هالاصابة ليتني ما ترجع. لا والله بشيركم البحر، ردت علي ما ادري الله يعزكم، بدخلت تسبح وبعد ردت في تركة الريول مرة ثانية. الحمد لله الأمور طيبة أقولكم. وهي والله كان بنقز وياهم على كرة. ها شفتوا أصبح أنا أبوي هاي اللي بيصير، وحدة بتصير دلمة وحدة سايرة تصير. أقولكم شوفوا سود البرد، ها شوفوا البرانيس، ها بعد من الغلاب، ها هذا واحد أول بعدها، هذا واحد الله، اثنين ثلاثة، ها كلهن البارحة مضطر بلبهن. اي والله من زود البرد، ها البرد اللي في الدنيا، ها وبايت بالزقاتي، ها وطاع الريول مشطنات، شو الحالة لله، ها قاد يبدن ريت تحرها كربة غادي شمنة من أقول احتاسة تودي ثاني والله. لكن الحمد لله إن شاء الله، ان شاء الله بتغادي بخير. اليوم احسن شوي هنيها، هذا هاي الحيسه يتري بخير، قدرت بخير. الريوس صاحي ما شي شرات، صرت وجيت وانقز على كراع يا غير سبحانك يا رب. امس وقت السبوح يوم جينا من السفر قلت بتسبح وبتمسح وبصلي، بغيت احترج غير الحمد لله. بيت عليها ابوي لزقات هنتين والثالثه اظهريتها، ما رمت لبقت ريولي ضو، ما رمت ترقد طول الليل. شرات اللي شيء شيء يزغدها وتفتشي، تزغدها وتفتشي، يزغدها ويفتش في المنطقة هذه، هاي التب في التبان وتعورني عوار عوار النص يا يزي. لكن الحمد لله شوي الحين ما أصبحت أشوف عمري بخير، لأن البحر ما صرنا مكان وايد، صرنا مطعم تغد تعشينا مطعم هندي. والله يا أبوك حتى الكلاب الضالة ما تاكل منه، الكلاب الضالة ما تاكل فيه، أكلهم ما يسوى شفطها. لكن يعني جيتك عم ما تقول ما جيتك، مليوع مليوع كلنا منه، وريح والله السمبوسة ينم خومي، نعم ينم خومي. ونزخيت مدير المطعم وخبرته، قال لا لا it's fine. قلت فقدتك فقدت الفاين اللي تعرفه وين احنا جايين ابوي من دارنا كل الزين فيها، انت اليوم بقى فاين حق هاي اللي ما يعرفون لك زين. الحين غاية ابوي عاد الحين بس طالع لي، ها طالع الدنيا كلها نطرها. أنا لا ألبس شيء ولا ظهرت ثيابي يعني هداي مالي بارض يا أبوكم. ريولي ردت افتركت المراد الحين من أخلص وعين الخير إن شاء الله. أنا الحين بخير، الحين رقم واحد، لكن حرورة مكان اللزق هانس وإن شاء الله إنه بغدي أخيار وبرد منار نس بنسول شرات الأول وأخيار. يلا في ذات الله صباح الخير، برويكم زقريتتي مالت الصبح. ما بحرت هي والله أبينه عشرات ستيري ما ادش قايل نمرة الحين. قالك ما ده حجيرتي شي طبيعي، تأخرت ربيت ريولي من الساعة قضيت عليهم لكن ما عادي رويلاتي بيعذروني شويب شوي مقوي عمري غصب زور. شو بتخلون السلام عليكم البلد زين ايوا يا سلام سلام يا سلام يا اللي يسقط ابوي يوم انا هاك الايام في الجيم والتمام تمرين ما يوجه في حينها 20 يوم ما شي تمرين. اقولكم صباح الخير، كيف حالكم؟ شو اصبحتوا؟ اصبح الخير الحين مال الريوق. الريوق اليوم كان عادي، الريوق فيه عذبه فيه وما تشفيه النفس وتقدر تطلب بعد من عندهم غير كله تبع الغرفه. انزين شيء طريقه انا الاول استعملها البيض المشروف مع الفاصوليا الحمراء، بعد الحين كنت حطيت وكلت الحين فاريد بقول شو اللي كلته. كنت كلت ما رمت اصوره قبل ما اكل ما قاوم، فلذلك ما هنتوا علي انكم انتم ما تطبقون
طريقتي، حيثكم يوزلكم اللي يوزل. فلذلك بسوي الشيء اللي كان كتمثيل عبارة ما بحقيقة، الحقيقة وقفت دارت في بطني الحقيقة، الحين التمثيل أحب أرويكم إياه يا زلي، ما رمت أصور. فلذلك إن شاء الله برويكم، بصوركم إياه حين بحطه في الستوري. بارك الله فيك. زين الريوق عبارة عن شو؟ على ما تشوفون هاي الفاصوليا الحمراء، فاصوليا حمراء، حط خاشوقة واحدة من الكبار راهية. لا والله ما بوحدة، أنا حطيت ثنتين شاطبون الصدق، ثنتين ثنتين فاصوليا حمراء. أيوة، وترد تحط عادة من البيض المشروخ، هذا هم مشروخ يعني شرات سكرامبل يسمونه، ما يسمونه، ها وحدة من هذا بس. زين ورد عطاقي، وهذا عادة لا بد ولا عذر، هذا كل السر في هذا، تحط على ويده لا. أيوة هذه طريقة عادة، طريقتي تحيدونها لقمة وقر، ما بخاشوقة، نفس الطريقة هذه بالضبط. إحنا برويكم بعد نفادع فلي ولا غوا باكل له شوية منه، تازم الطريقة بهال طريقة، فأكل بهالطريقة. ها 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 شوف هذه تازم لقمة زين، وخلاف وراها القرمة هاي اللي تحيدونها، وعلى هالمنوال ليه تصمصمون عليه، ولازم الوضع على الوضع الراهن هذا. زين انا شفت قليصات هناك يا زلي، قلت بصور لكم اياهن، عيبني بطريقه ما تتخيلونها، شيء ملفت للنظر. ها شوف تروم تخاف من غير ما توجف، حد روم من غير ما يوز، ما تروم بتودر كل شيء، لازم عند هاللون بتوقف، طرت فوق وقعت تحت. ها عيل هاللون فراوله، حد يودر لون فراوله ما حد يروم غير هاللون، ابوي لازم يستوقفك. ها يا ابوي اللي جاي من دلمة مساعة، مصبحين نصب سايلين دلمة، رد الدري والحين أكيد جايب عبرية بعد، ما يرد روحه خالي، ما يرد اللي يودي العبرية يجيب عبرية، خاطر نشيل حد سعر وحد جاي يعني. وهذا على الطلب الرسمي، مشروب وبيضتين وسبانش، هاك اللي قبل شوي لا يمتهك ما ينحسب يعني، ما ينحسب، حد بيحسب هاك فاصوليا وشويونة بيض. زين يلا برايكم عادي. وانتهت حلقة الريوق، والحين الله يحفظكم سايرين جدة سوق، يقولون ما يفتح في الأسبوع إلا يومين، والشباب جدمون هناك عند السيارة ونحن نحجنهم، وشو بقولكم، وأنا القيقة خلصت عني هذا الشرج، هذا الشرج الشحن مال القيقة هذا يعني ما يشرجون التليفون يحطون فيه قيقة، خلصت. وحين الله يحفظكم أنا على الواي فاي مال الفندق، وهذا آخر حوار بيني وبينكم لين أسير وأحط الجيجا إذا الله رأي، يقولون جريب. ها هذا ها مال الأوبرا اللي أقولكم أنا، وأنا قابض أقول سمونا أقولكم أنا شو اسمه، نسيت ولا شو قلت لكم عنه البارح، يظهر أبوي ها مسار الأوبرا يبين، لا مفروض يبين كبر، أيوة الحين يبين زين. يلا أنا بستخلص، يظهر أبوي ما يسال بسيارة مش شاي، ثلاث دقائق يقولون من الفندقنا اللي نحن فيه، ثلاث دقائق من عدن. يلا برايكم، شوف الله عليكم، ترى وين يدح البحر، مرة تحت الفندق هذا وين تونا مترايجين، هذا وين دحت الماي على قولة هالكويت، دحت الماي شيء رقصة عند هالكويت يسمونها دحت الماي، يعليه الجنة اللي كان يرمس هالرمسة. اي والله أدرب اللي في الكويت يعرفون المواطري، يوم يدور يلعب قال ابوي هاي رقصة اللعبة يسمونها لعبة دحت الماية على السامري. ايه الجنة ونعيمة، هذا قلت لكم انا ذاك وين انا حجرتي، امهات العرش ليه فوق هاي السويتات وليه تحتن مال عامية. ودرنا عاد فندقنا هذاك وين تحت الجسر اللي تشوفونه، سارين نحن جدا السوق اللي قلت لكم،
يبالي حوالي دقيقتين مشي بنوصله. والحمد لله أبشركم من الويلات بخير، اللهم لك الحمد ولا أشكم بأس. حطيت لها القبار اللي تحت لي قبل استرتش ما بت الليل يا خير، إن شاء الله اليوم برقد من الوقت بغلي بخير. والحمد لله خبرتم هاي سدني فنانة لين حينة حد الحاضر، المكان اللي نمشي فيه فنان. هذا وصلنا السوق ترى مرة خلا ورا فندقنا مرة ما شيء بينك وبين الفندق. هذا ولي شعبي كان ما تعرفه والله شو. بتيكم الاخبار بعد شوي الحين بخبركم من اول ما خاطر يصوروا شارات العرب وين واقفين يصورون كل الكبار والصغار يصورون عدال هذا التمثال. غير ما اعرف صوره منو هذا الرجال يعني يصورون العرب كلها عدال، ما في يعني اصور عدال حد ما اعرفه يعني يكون عارفه منو والعرب مصور. يا سلام سلم، هذا مكان فنان سوق قروي. يحافظ يا سلام. لا تبكين الغالي لا تبكين. لما تشوفونها مطيع مات وخنيخيشات بين عاد بين هالعمران كله يجيك هذا السوق اللي تشوفونه. وانت ساير لين انت هناك لين اخر الدنيا. كان شيء جميل يعني بضاعة كل حد ابوي عنده شيء يبرز به، اللي عنده ايس كريم، اللي عنده مكاين محلاقة يبيعون سكاكين مساحل ما ادري شو، هاي كبابيس مال صغاري مال بريات شنهن شالات وخواشي وفنايل دلال. لا عاد فنايل دلال من عندي انا كذب. يلا يا عاد سامحوني عاد زدت عليكم هاي مال فنايل. ها شوفها مال صوفة والله فنانة كان هم واجات باخذ منها ان شاء الله يكون. لا تعال مال حريم ترهن مستقلين كل مكان. ها حتى فوق هن مطيع عمات وهن فوق فنيدق هذا هن قهاوي ما مخلين شيء ما صوروه ما مخلين شيء ما مستغلينه يعني كل شيء مستغلينه. عبارة يعني كأنك في العرصة سوق العرصة أو هبطة العيد ولا سوق الجمعة يعني شيء على هالتكاليف يعني عبارة كأنك في سوق المنادى. يا سوق المنادى بالضبط هذا هو سوق المنادى بالضبط. نعم كل ما كل 24 كل يصر هي لكن هاب يكون باهرين بلوية من غير ما يتريقوا ما تريقوا ما تريقوا هشراتنا احنا ابوي ما نظهر لموهجين عمارنا خاصة انا عاد الريوب ما اعطي فيه عوارض لا حق ولا باطل. شوفوا هشرتين انا ما اعطي فيهن عوارض الاكل والرقاد. الرقاد ما اعطي فيه لا حق ولا باطل والاكل كذا الامثال. نعم لا اعطي فيه لا حق ولا باطل مستحيل. لحد يسألني شو اسم السوق هذا لاني ما اعرفه ورا فندقنا قم عفتشت حينه وفندقنا شو اسمه والله يا ابوك اني وانتونا الحقايين هذا كأول حين وهذا حين مثل كورنر. ها هذا عندهم بوية زار نوبي وحبش. ها نوبي وحبش على ما تشوفون نوبي وحبش. يا سلام سلم يا سلام سلم هاوي كنا حقايين بالبداية وهاي بوية قضنة تسير بها وانت سايق بعد لين تنزل جدا البحر وابويتات وين ما تسير. شو بقولكم والله فنان البلاد حد الحاضر فنان يا زتلي خفيفة وين ما تصيروا. ها ترى ها كلهن أسواق وهذا ما أدري شو كلاريج. اي حد ابوي سمعني قلت حطيت صورة على اسم مبزي ولا شيات حبي تقبضونها علي ترى امشي والطم من هالأسواق. هالمحل ابوي كله مال عزيات اظني كل لون شغلهم كله اسود باسود بسم الله كان له مال عزيات ما يبيعون لحق العزيات هذا كانهم اظني. يا
يا الله صباح الخير. عن ابوكم صباح الخير تكونون فيها لبطون. اصبحوا ناس تصبح لا اله الا الله. وانت ابوي هيله بيس صب فيها لبطون. لا ليلكم ليل ولا نهاركم نهار. لكن بخبركم صاحيين هيل نحن بلاهم جماعتنا. من واحد يلطم لأدنات الدود عازم يتغضن اول بعد يغتضن لسان عقب يغتضن هو بكبره. الله انا مشكله شماطيط هاي يقول لك هذا حمدون هذا خراجين. هاي نمونة خراجين حمدون ها من هالشي ها. والله ما برخيص بعد 65 دولار 65 دولار ايه 65 دولار بس شو الطريق اللي نحن قابضينه دلي 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 من ابوي فندقنا بالتكيكينات لي مناك ها مشيناها لين هالمكان اللي تشوفونه لين هالمكان عقبها يا ابوي كل بحر قدامنا وهذا ابوي ثرهن تكات انا تحراهن عبارات ها ترى تك هذاك اللي تشوفونه من الصبح انا قابلكم حوام وعباره وعباره ترى تك تك على تكاليف البوم وهو مبوم كلهم فنادق ابوي هو كلهن فنادق احلى شيء اسد ورباعتي صار من هناك طرف يمين ثار صار ويسار وما زين لهم هاي يبي نعد الحين يصيح الطبل الحين ودنق 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 هي نعم بيلسون ابوي كدهم بيزات ورا طبل ما بنتوا هناك هل بالعديد 40,000 ادمي تدقون ابوي شهر يطلع كل واحد ابوي الحال تظهر ابوي الحاصل 200 درهم من شهر لشهر كدونكم كد اليهد واخر شيء ابوي الحاصله 200 درهم هي نعم هل بالعديد ها كل العده ابوي 40 نفر 60 نفر واخر الشهر ابوي رئيس الفرقه يتليوت على البيزات ويعطي ابوي هل بالفقاره هاي الرديده والكورس واللي قاعدين طبولي يدهم طايحه 200 درهم وهاي ابوي خمس دقائق يجلسون حي قرقعوا هالبيب قرقعوا هالبيب خمس دقائق كل واحد ابوي يظهر ابوي بديده اخر الليل 1000 باوند 2000 باوند 3000 باوند كل نفر واحد منهم الواحد منهم يظهر هالنمونه وانت ابوي تم هناك بهل بالعديد يدكم تطيح ابوي من صقال الطيران من قبض الراس وتشوف ابوي يتعوركم تشوفكم كل واحد تضرب عصبه يوصل بيته لا يشفع ولا ينفع والحاصل 200 درهم ابوي ها الحين خمس دقائق غمض برج كل واحد ابوي يدبغ له 200 300 دولار اعتقد هذا شيء يحطونها نياشين صار اظن يمكن مال الشهيد عندهم شهيد اظن الشهيد بعد يستوي عندهم الشهيد لو الجندي المجهول واحد من الاثنين يا هذا يا هذاك العالم ويخري مري ساير يعني نحن الحين سايرين ها شوفوا شو العواوي يا نخلتين في العلالي يا بلحهم دواء هيم في هالمصع نخلتين في العلالي يا بلحهم سوى سوالو دواء دواء هي عواوين بعد اوي وحده دقت صدري كوع حزتني يا حزب ما ادور غيرها يا سلام يا سلام قطارهم بعد بدورين ترى طابقين كان شيء قطار طابقين ابوي عندهم هاي مال سربجي مال عاميه هاي شخاخه كانها ما بضلاله هذا وين البحر وين كنها تظهر ابوي في شيء علاوه ها تقبضوا لان يجيك شارع حنمونه شارع عليه رضوان من الله يا ابو غاوي بلادهم يا غير بعيد 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 هاي ها شارع على تكاليف القافه وهي ما بغافه والله تبال هل حد ييني تعال وين تبال حد ييني هاي الغافه على تكاليف القافه وهي ما بغافه ورقتها شويه عرض شو الربع وين وصلوا انا اللي هي تسحب كل عسبكم لا تصور شو تبوني اسوي عادي يا سلام سلم يحافظ على هالبلاد بسم الله الرحمن الرحيم قطيوه 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 يلا اعتقد المكان اللي نحن سكننا فيه الاشياء الاثريه والاشياء الجديده هالمكان هذا على ما تشوفون محلاتين وانا في نص الشارع واصور والله نعم في نص الشارع ايه تحملوا يلي تصورون هبي امرنا بالمعروف وينسون انفسهم هذا انا عاد ها شوف اي عليس قايل بارك تاور عند الله
يعني يسقى البارك تاور يعني يسقى اول بنايه دواريه بحياتي اشوفها هي البارك تاور. ها شوف معك ها هاي شبيهة البارك تاور. الله العظيم انها سالفه وين ما تصدقون كلي تشبهوا بك البارك تاور عند الله. هذا شيء استوى في اشاراتك انت ولا العز اللي انت طحت فيه البارك تاور حط احب انك يا ابوك صفوة القوم سكنت فيك. إيه عند الله علينا. الله يرحم الله يرحم اللي ماتوا ويطرح البركة ان شاء الله في اللي باجين فيهم في ذريتهم يا رب. كلكم عاد قولوا امين. 90% منكم تعرفون من هو هطرينا 90% من سكان بوظبي وسكان دبي والشارجة يعرفون شو أطري. باجي الإمارات أكيد أحد منهم يعرف حد ما يعرف اللي 90% وما فوق 90 عم من بعد الشارجة تقل النسبة اللي يعرفون منو هطرينا منو العز اللي تشرفت فيه فنادق شيراتون بارك تاور السنين اللي اختفت أطري بالثمانينات وعز أيام الثمانينات في أواخر السبعينات. يلا عاد برايكم بس علي اقول لكم والله ما ودك ما تشبع من التصوير بلاد وايد فنان للي بيتمشى عرويلاته بيتمشى عرويلاته حب بسيارة ساير بسيارة بسيارة لا لازم تمشى عرويلاته. وهاي البنايه بكبرها بزمها وعراها شوف كم كبرها اكلها ابوي مال بربري قربلك الله يا بربري مكبار بنايتك ترك راعي عقارات راعي علم وخبر زاد ابوي بهاك الحكي اسعارك ابوي مره ما حد يروم عليك. اي والله يقول بعد الاول بربري اول ما طاح بهاك الحكي الحين بعد شويه طاحت منها طول رخصت اسعارك. طيب بنايب كبرها هم كيكين اي ولو ما بنها عليها اقبال ما سوى دكانها المثل الحبيز يعني مال بنايته. ها بوابتك تسوى بوابتك تسوى ها كلها نحاس والدنيا ها شوف الله عليك تدك له طريقة العرض طريقة عرضهم كل دنياهم كلها رخام برخام من غير ابوي العرض حاطين لك تلفزيون كم كبره يعرض كل شيء. شوف انت السناطوين شوف سناطوينهم كلها صب ابوي رخام تيجانهم من محزم السنطوان لين قمته فوقها تاج ومحزمها على ما تشوفونها تحرى حقب. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام شو ما زينه بخبرك ينفعك الله والقو ينفعك الله والقو. ابوي البدل غاوي لكن ابوي اليم ما يتشاهد لو تلبس ابوي لي تلبس اليم ما يتشاهد عرض اليم عرض اليم بك عرض ابوي ما يتشاهد. يلا برايكم ما تقول ابوي بتعيز وما بتلقط لك شيء مكان تيلس. ها هارد زلت طوله وعرضه ما نلقط كرسي نيلس وهني ابوي يدورون راحة الزبون وين ما يكون. شو الطلبة يسدك هاي ها شو ما زين هالكبيتات هالكبيتات ما زينها. اي والله طريقة عرضهم وايد حلوة مدخلين الرخام في كل شيء كل شغلهم كله رخام. طيب تحس انك في مكان عريق ومكان فنان فخم هب مسوين شغلهم مال بهبهوه. ها ما زري فطوم لا ما شيء صالج صليج ما شيء عندهم غير شغلهم كله متعوب عليه ولايتي. هاي يقول لولايتي هذا اللي يعطيني لولايتي هذا اللي يعطيني لولايتي هب كل من يا نير ما تمثل الوادي شيء لا يا ابوي لولايتي ابوي يعرفون لهلا هلا يعرفون لولايتي. والله عليكم بلاد سرنا الدكان هذا اللي بيبيعون لي مال الشحن لقيته يا رب العرب كلها خطفت بالشارع لقيت حمرة سامحوني سامحوني ثانك يو حليل اقول لكم كل شوف ابل ستور بنايب كان بزمها وعراها كلها ابل ستور
شو تسوق اللي هناك بالجبيب الخضر هذاك على تكاليف هرد يا غير ما بهرد هو وين ناك وين في المي عياله ها وين تونا جايين نمشي يا حافظ على هالبلاد ما زينها ما زينها من دار ما زينها من دار شوف انت الله خلق فرق عند الله انت استرند واللي كان في مدينة زايد هاك سنين اسمه استرند عاد اللي لحقوا على ايام مدينة زايد يعرفونه استرند شو هو شو كان شو ما كان عند الله علينا رواده كلهم انقرضوا ابوي استرند عند استرند اي والله كلهم ابوي ها طحنت مسلمة عند الله علينا كلهم ابوي قصوا اي والله ابدا شرايط فندق حبس يعني على اسم فندق استرند غير هذا هذاك شيء وهذا شيء يا سلام سلام يا سلام سلام يا سلام سلام على فكرة استرند كان عالي بيوت قوم بالربيع عالي بيت قوم بالربيع كان موقعه فندق استرند للي عادي بيعرف عن موقع استرند اللي هالبناية تعرها قلم قدم شراخ المكاين ها حد يشتغل وحد يشق وحق يملح وحق يطر وحد شو بقولكم ها كابتن وحده ها يقولكم على تكاليف هرد وهم بهرد ها بعد شيء من ماركات اللي الاسواق البايد معروفه عندهم ابدا على تكاليف هرد وهم بهرد ونحن ابويا مسوينا شرات الجبل هرد ما نعرف يومنا ولا يخطف يومنا من غير ما نيه هذا اللي اقولهم انا ابدا هرد ميلس هرد ميلس ها شوها بعد تمثالها ثلاثة ريال ها التمثال يقول لك اول ما ابتدى عوق سمون ابتدى من هالبلاد وانتشر في العالم انتشر وباء اللي تلاحق عمره شنتر عياله ترى سلم واللي ما شنتر عياله ترى لا حول لا قوة ياهم والعيال خلفوا على العيال والعيال خلفوا على العيال وانتشر ولا هذا ابو بدايته اول ما ابتدى في هالشارع يقول له سوالف ترى ها كل محض الخيال ها من السوالف اللي محض الخيال وراء المعنى يستعني يا رحم الله ترى ما بس على تكاليف هرد اسمه كوين فيكتوريا بيلدينج ها على ما تشوفون بلاد هذا حين مفنوخ فنخ من النص فناخ يقول لك يوم الشيء مفنوخ انا هذا اللي مفنوخ ايوه على ما تشوفون يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام الله يا ابوكم ان بلادهم اللي فنانه شو ما زينها ترى بلاد هاي يوم اقول بلاد عليها رضوان من الله ترهم يطرون هذه البلاد والله ما شاء الله نحن هذه سيرتنا هاي ما صرنا بلاد والله كل وحده خير عن الثانيه كل وحده خير عن الثانيه انت سعيد ايه شيء صليج هناك بعد يا الله عاد صليج وانا شغلي مكبرة هالمول بلاد من طولة طول ابوي شارع اكسفورد روح المول هذا كلها هذه امه لا اله الا الله امه لا اله الا الله تدومي تاكل كل هالامم ها خلق الله من هالخنيخيش شو مصغرونة هالخنيخيش واللي داخل كم الطباخ كان وهبنا حن كل مطبخ ابوي 40 متر طوله 25 متر عرض و40 طباخ ما يقدون 3 انفار وهذا ابوي خنيخيش مصغرونه امه لا اله الا الله تاكل فيه وكم يكدون ملايين ابنتن كل وحده حاطه 40 طباخ الا الشف الاسباني والشف الايطالي والشف الفرنسي والقطاب ما تعيش في بيوتكن القطاب ما تعيش في بيوتكن الله بالمستعان عاد حد من كنا ما طريقن كلكن حد دون حد ما عن غير انا اخص يعني هناك قلت لكم الخنيخيش هذا شوف الحين دخلنا على المكان ها شوف القبة هذه ها على ما تشوفون يا سلام سلام حرام يا سيدان ها يا سلام 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 سلام
انا ابوي تهلع على هذا ها اللي تشوفونه هذا تين انا ابوي اتحرى شوكليت مصبوغ لون خضر ترى طلع لا تين صدقي تين صدقي هذا اللي الواحد يتهلع عليه ما شيء ما بغميض ان الواحد يعني يوم بيخوره يخوره على شيء اللي يرزه ويستاهل يا سلام 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 اخبركم عنها قبل تحرته والله مخدومه من شوكليت طلعت لا حرت شوكليت مصبوغ على على هيئة تين طلع لا ما في عجب بيني وبينكم تهمة ما بعلى شيء فتة تهمة يعني حلوة لا حلوة لا حلاوة عادية يعني ليه بتاع في جبرة العين بعيد أحلى هي والله هذا رنق يعني شكل لكن كطعم يمكن لأنه ما بموسمه هي لازم في وقت حرورة وحين بوها البقعة ما فيها حرورة شايف قاض التين عندهم التين يقضي ويرطب هي نعم على فكرة ترى التين له موسمين موسم شتوي وموسم صيفي يلا برايكم عادة وحي والله أني مستعيب الحين نحن عندنا الساعة 12 ونص وعندكم الساعة 6 ونص الصبح أريد أعرف أنا ياسر مسادون متى من قبل 4 ساعات جميع اللواد واعي شوع عنكم متى ترقدون لا ليلكم دين ولا صلاة ما أكرمكم تصلون لو تصلون أبوي باللحظة واعين احنا أبو شو هالفاقة عادلين هكذا الشباب ما شاء الله عشان تجدموني ها وأنا أبوي رديت عسب أني أصور لكم هالمنظر ما يبالا رمصة شفتوا بالله عليكم اللون يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام شوف اللون زد عن كل الألوان اللي في الدنيا شوف الله عليك شيء غريب عجيب كل شيء نحط عندهم له رمز وله شيء معين تحت أظني مع الرعاة وفوق ترى هلا ساعة معروفة في كل طرف لها ساعة ولها توقيت ثاني معين حق بلاد لا ترى أبوي هاي أسبوع 4 كلها نحق هالبلاد يا غيلي من فوق كل بلاد لها توقيت معين وهذا ها لنشن يدور دور ما دار لا والله أبوه من الكبار بالشرع بعد ما أدري شو له معنا ما أدري شو شيء يقصدوه بي يعني كل مخطب على وقت كل مخطب على بلاد استوى يعني التيم الفلاني وشي كاتبين عنها شيء ما ادري شو الحين نحن على الله يحفظكم في الدور الاخير مره عند العرشه هاي اللي تشوفونها لكن اتوقع كلها مطاعم لا والله مطعم واحد وكيكينات وما ادري شو كل شيء عندهم والمطاعم وين ماسي ها شوفوا عارض كامل كله اوادم على ما تشوف ها اسمي بلال ابوي بره حد صاحي لبي صاحي 16 انا الحمد لله اني قضيت بخير اللي ابوكم تغمض هالبقع له جيت وانا اجلب عمري شرق وغرب الحمد لله اني قضيت بخير اللهم لك الحمد هذا عندهم في الدور الاخير اخر دور شيء عندهم غرفه يسموها التيروم شيء جميل تيرون الدور اللي فوق مرة آخر دور شيء حلو شيء وايد جميل شيء جميل 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 هذا الدور اللي فوق جاي أنا أدور أشتري شاحن حق تليفوني هب شاحن سمونه سبب مال هذا المول خبركم والله انها بلاد عليها رضوان من الله انزين انتو تعرفون ابوي انا مالي في الامور هذه مال وقعه وصدع وديانه يا غير الله يحفظكم يتني عده استفسارات من جماعتنا وصدقاننا اللي حتى الكويت
وحد في السعودية وحد شرق وحد غرب عن شيء مستوي يقولون في رأس الخيمة أو جداروس ليبال، وحاليا يتداولون في التواصل الاجتماعي. أبوي هذا اللي تشوفونه هذا عمر الحدث يمكن 11 سنة أو 12 سنة، الحدث هذا اللي حين يتداولونه يتداول حاليا هذا عمره 11 أو 12 سنة، الأمور طيبة وكل شيء زي هذا. أبوي شد مستوي عرس تثوير سلاح هاي السنين، وقالوا من وقال أبوي ممنوع السلاح حد يستعمله في الأعراس، هو ويت شرطة وقالوا حق اللي ثوروا ممنوع الثورون. فحين منزلين من يد جديد في التواصل الاجتماعي يقولون إن هذا الشيء تو مستوي. فالشيء اللي حين يتداول لأن ربعي يعني يقولي وأنا ما بجاوب على هالسؤال، يا غير شفت إنه ما بروم إني أجاوب على كل واحد لأن رقم كبير زيادة على الزوفة، فلذلك يعني بحط الرقم الخبر على العام يعني. فالخبر خلاصة الموضوع إن اللي يتداولونه العرب الحينة ويطرون إنه في ما أدري شو مستوي ما أدري شو مستوي ما أدري شو، هذا أبوي حدث قديم مستوي في عرس، والريال اللي أبوي ثور السلاح زبن جداليبال وساروا له أبوي وقالوا له بنحل الموضوع الأمور اللهم لك الحمد طيبة والدار أبوي أمان والله يطول بعمر أبوي حكامنا وشيوخنا ولاة أمر مرة ما نشكو من باس وتواصل أبوي من الفجير لين السلع، هذا من ما يحلف براس الثاني حكومة وشعبا أمورنا اللهم لك الحمد بالسليم، وعلى ما قالوا هالأول خوصا بخوص ورقعة السم خصف ما نشكو باس أمورنا زينة بخير عن الزينة. وهاللي يتداول أبوي شريط قديم، شريط قديم عمري يمكن 14 أو 13 سنة، مفاده أنه يعني هاك اليوم كان عرس واستوى تثوير سلاح وزاروا لأبوي هل بالجيش ما أدري الشرطة وقالوا لهم أبوي هذا ممنوع وانتوا أبوي عصيت الأمر سويت شيء ممنوع، وأدبوهم وخذوا قضاهم. والإنسان اللي بيميل وبيصير في الدرب العوي عن القانون يعلم ان هذا وردة، كان ابوي من هالراس الخيم ولا من الفجيره من امريكا من ابوظبي من العين من اي، ما في ابوي هذا ولد فلان وهذا ولد علان، ابوي العرب كلها واحد ما حد اخير عن حد، مدامك ابوي تمشي عدل ساير سيده وتمشي تعد اخطاك وساير في عمرك مسير احسان والله يا ابو كل يضرب لك سلام وتحيه، بتهيلس تسوي قرقعه وتسوي لك معده من نقط سبال ما يستوي، بتسوي لك سمونه من قراطيس ما يستوي بارك الله فيكم. لازم يبوي يمشي ويعد خطا ويحترم عمره ويحترم الدوله اللي هو عايش فيها ويشكر ولاة الامر على النعم والافضال اللي نحن عايشين، نحن عايشين عيشه والله يا ابو ما حد عايشينها في الدنيا العوده كلها والله، انا ما حد كثير يعرف العرب، أنا ما حد يعرف العرب، أعرف الدنيا ومحات حوشة والله يعيش نحن عايشينها ما حد عايشينها في الدنيا العود بكبرها. هذا خط انت قراها الياعدة كل يشهد وكل أبو يثري على الأمان ونعمة الإسلام ونعمة الاستقرار والخير والرغد اللي شعبنا كله عايشنا. يلا شنو هاي أول ما يينا الحين مرضها الخالي، هذا كل أبو يدوروا لي أنا شحن ندور هذا شحن مال كريدت مال انترنت اللي كان بالواي فاي والله نهم احنا. يلا وصلنا الحين ظهرت الشمس، ظهرنا خارج عن المول هذا اللي قلت لكم عنه هذا، يلا برايكم عادل يا ربي او اني ما برمس اليوم كنا خلص على الحين هذا السوق ها المول اللي كنا فيه هذا خطفنا وانت ساير ها يا قدامك هاي البرج كان على تكاليف مدخل. شو أقول لكم بلادهم؟ بلادهم شيء فنان حلوة والله. والله كل شيء زين عندهم. كان أبوي أظني باله يونية بيزات مثل ما قلت. أبوي ما حد يصير بلية بيزات. أبوي ما حد يظهر من بلاد هلا يكون مجنز من يمي البيزات وخاف يضحك. لا حين أبوي عمره عنده هلا بهين سات
تم ابوي ولا يجي غير ما يتشرع ولا نبي يتشرع لا شوفوا حرقيوه ما يستوي. بارك الله فيكم. يلا وهذا بعد مشاهد هذاك غير من الطرف الثاني بعد مول من غير شو أقولكم والله يا أبوكم ينهي الغناء بعينها على نفس التكاليف غير هذا بقى. لا والله لا نفس الشيء تقريبا. هذا بس ابوي ما يبيع الا طواقي بس طواقي يبيع. حليل الاول هم طير بات الحين محابر مالات بازلين الاول محابر شي شرات لي احيد عليه صوره حرمه لونه خضر نسيت والله شو اسمه حب بازلين نوع من انواع الكريم يعني. يا سلام ما زين الا هالدليقات. هذا يوم أقول لكم بوتيلة حد يسميه بوتيلة وحد بوتيلة يعني الدنيا مطرجة. وهذا ها بقليب وهذا مبكى. شو بقول لكم يا سعيد اللي قاتلي داخل شوفوا الألوان ترى كل ما الريايل هذا ها شوف الكرفتات على الكرفتة تختار أبويه الدلاق وانتم الخير باع. الله العظيم كلنا يغني على ليلى. هذا المكان اللي تونا ظاهرين منه تدخل من الشارع هذاك تظهر من هذا هنا في السهر بنايه ليكون هاي مكتوب عليها استرندي صورت لكم اياها مساء شكلها اللي هي ألم ما تشوفون. والله شو بقولكم والله يا ابوكم المكان ين اكثر من روعه كلمه روعه قليله عليه هذا رجال بكم مال المظاهرات عنده شيء. هذا كربيع هناك حد شرق وحد غرب. هذا قابل له تشاره وهذا تشاره. ايه بيكون ابوي عندهم محل. ايه يشرون على محل. كل هالسيد العالم صافين علشان يتريونها. هذا حق الجسر. هب الجسر يسمونه البرج. كل هالعالم يتريون السيد حق البرج. هذا الطريق هذا حب نسيح العالم. نحن حاطين مجسمات حق أطول أبراج في العالم. هذا البرج نحن اللي حين فيه ها. وانت ساير لكن أبوي ها هذا أبوي برج الشيخ خليفة أطول واحد في العالم الدنيا العودة كلها ها. شوفوا كل هالأبراج أبوي مفيزرينهن بهالقفص يا غير أبوي برج خليفة هي على عمر شعيب النبي طع وين صاك ها وشبد السماء أعلى واحد فيهم أدبهم أدب الخير في بنبي. هالتصوير البياني هذا أول واحد برج شيخ خليفة والتساير ها 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 وهن يصغرن بين هن يصغرن ليه ها وصلت ليه الأهرام ها شوف سوي الرسم بياني. ايه دوم الطحي كان فيه تنطاح لا تشتكين دوم مربوطة دوم الطحي كان فيه تنطاح لا تشتكين دوم مربوطة سلام 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 يا الامارات سلام اللهم احفظها من كل شر يا رب العالمين.
رديت اخذ قرشة ماء والسيد بعرق طويل كل هذا حق يركبون البرج هذا اللي مالهم هذا مالهم ترى ماي نص برد خليبة زين واللي خلاني اقول لكم اي اصور اكثر شو الحين ربع قدام جاي اصور لكم الدنيا هاي ها على ما تشوفون طالعوا ها شوف اللون البنفسجي وين محطوط والله العظيم ان التحراهم حد موصنهم وقال لهم ابوي ان هذا اللون اخير لون في الدنيا وين ما تصير تلقطه صح وين ما تصير يعني نسبة 90% من الالوان اللي في الكون اظني كل اللون البنفسجي ها كل هالقدرات وين ما تصير اللواد حتى الموظفين لابسين لون بنفسجي اظني هبل لون عسب اللون عاد نحن وصلنا قمة هذا البرج أعلى قمة عندهم في سدني سبحانك يا الله لازم فنانة هذا هو البرج نحن فوق في القمة هاي شوف الظلة أبين عاد واضح خبروني تاني ما واضح ما ينبرى لازم ظاهر وياي البر ها هي والله كيف الله يظل الحين انا ويا البحر ها الحين ويا الرجال السلام عليكم ناق مني والله بلا عبرني يصورون لازم من كل اتجاه يصيرون لازم يلقطون يلتقطون فيديو ولو صوره انا الحين وين ما اصير ها اللي ما يبي يطالع وايد يسوي هذا اكيد لا يطالع ما لازم يطالع كامل يعني انا ما بيجي كل يوم هالمكان بصوره لازم ابوي 6 سنابات ينزلن بربع على كل مكان ها هذا كيف بعد طيارة الجو هذا بعد شيء منظر هلا من ها هذا تحيدون في لبنان البرلمان والبرلمان يسمونه مبنى البرلمان وفي لبنان لا برلمان حريت غير عن البرلمان ترى ظهر ابوي العالم كلها تصغره برلمان وفي لبنان يدلعونه برلمان ملاقبة الله الملاقبة العدي هاي يسمونها ذكرت يوم شفت المبنى بالقبة الخضر الحين ترى الأقرب هالمكان ها وين الحين أصور الحين لهني نفس قريب هالمنطقة ما أدري وين هذا من اتجاه البحر الطرف هذا جنة عند الله عد اتجاه ثاني الشمس مرة تضرب في يا سلام سلام تشوفون أظل عليكم الحين خليت تدور بيني وبينكم هل أنتم تشوفون ما تشوفون الله أعلمكم أنا أسد الدنيا أنا أشوف جميع اليزر بالدنيا
شال الدنيا فوق راسه صغيروني يبرغم ساعتين ويق 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 والله لو هو هواي لقبضه واضربه بعصا لين هذا منه شال الدنيا فوق راسه يعلي شل ابوك برق وزقنا ابو وطحن ابوك من وين يا وتنتا طريت طبلة اذنين يعلي اذنين ابوك القرحة هربلك الله صخ يعلك ما تصخ ترتري طلعت ابوك وام الصبيان تشدخ براس ابوك فبروس ليبال ويهد يتعايب بلا طبة حن ابوك والله العظيم يا غير صرناخ الصبح احمام هذه الام ما بدها بنا اضمن لها الوليد بلك الله يقولكم يقولون بعد اللفت شل ستة انفار احنا نصنع الحسره ويا اللفت زين وحين يقولون ان هذا بيركب ويانا نحن في اللفت هذا الحين ها اربعه تشوفوا ركبوا في اللفت الحين بيزامنا نحن زين بيزامنا نركب ويانا وهو على هالبقيم لعضه في خشمه يحسبون الحين شوف يحسب كم ما ادري مين بيركب وصل هذا حبان الكرب صخه شوفه فكاك يا الله ما بغى يسكت غرب الله تبوك في والله صخ ختل ينباغ ام لا لعبه في خشمك الحمد لله ما ركبوا وياك يا بوي على في ابوك محيه انا قلت انتظر اللفت ما بيركب يا اللي يركب ابوك جان عند الاذان والله هي ترى هو طلعت بنظره اقول لك قال والله تصنقحت ابوه طلع يصخ عليه انا متحلف له ترى ان قال اق لا اضف ولا نسخ باك التنسخ بزبوك هل عيوني غير عيونها صرد عندي بكر قرط اسبوع بكرتها صغيروني قرب الله تبوك ها ولا حرف يا ويلك ولا كلمة يا ويلك زوالك تنطقت بحرف ولا كلمة ازولك تزويل هل قرب الله تعلب ابو علب ابو روح يا ابو علب عيل والعالم بعدهم ها شوف السيد مطوله شوف السيد هذا سيد واحد من ضمن 30 سيد نحن من قبل مكثرنا لين الحين سيد ورا سيد ها شوف شو لابسين كله بنفسج سيد ورا سيد هي والله اداء الحمد لله خلص ولازم التظاهر هذا هاي طريقتهم لازم يخطفون في مكان في صورها بعد احلى لونها شوف اللون اقول لكم وين ما تصير اللون الفناني يا حافظ عليهم على هاللون اقول لكم ياتي معلومه قبل شوي العلم عند الله هل انها حقيقه ام محض الخيال معلومه تقول ان اللون البنفسج كان الاول محتكرينه بس الملوك ملوك على هالاساس كانوا يسمونه لون الملوك ممنوع حد يستعمل اللون هذا لا في الفراش ولا في المأكل ولا في الملبس الا الملوك فعلى هالاساس سموه لون الملوك العلم عند الله عاد هل المعلومه يتهي وتخبركمها هي نعم هاللون البنفسج على هالاساس سموه لون الملوك من عقب عاد رخصوا للعاميه
لمن يرغب من القبائل. الحين على مثل ما قالوا رخص الفرض ودينوه، هذا ابو رخص الفرض ودينوه. اي والله على ما تشوفون هذا بوتيله، هذا هو بوتيله، تقول ما قلت لكم هذا بوتيله، وهذا جريب من بونيله. يعني يحب بوتيله لو كانت تيلته بيضة يغلو انه فضي بغدي بونيره بيضة وبنيره صفراء اللي هو ذهبي. اي نعم، ولا هذا بوتيله العادي، حد يسميه بوتيله وحد بوتيله. ها وما زين ويا لونين بعد، ها ونقطه ونقطه بوتيله ضربها مع طوطات. يلا كان شيء كان غلبهم شيء. تحرون انتم بوتيله اللي عندكم، ابو ابوي عندكم وابوي عند العرب كلها. من هذاك الان الى هالان الا من مول ليمون من مول ليمون من مول ليمون ما خلينا بقعه. شوف قدامكم، شوف الوادم والله عليكم، شوف خلق الله ما خلق، شوف الله عليكم. يا هي عالم ويا هي ناس، يا هي خلق يا هي خلق. اوين كنا تونا؟ بخبركم هنود باكستانيين وايدين. ومجددا حطيت فلتر بالغرض، لا تقولوا ما قلت لكم شيء فلتر قبل شوي دار ما يندرى شو ماله، حبيبنا ما يندرى شو ماله، عقب عرفت ما شو. وكل حد مطرش اللي ترى هذا ما شو مالي ما ايش قايل وليش ولا لا لا زين ابوي حطيته ما كنت تدريبه. لا تطالعون اللي في الفلتر هذا، لا تطالعون خطفوا مليون لا وعي ابني بعد لونه كل دقيقة حطها انا بعد ما قريته والله. امس حط هذا مال الوين واليوم حط مال امور ابليس. يا هي مصيبة، ما علي ما انتبهت عادة ولا ركزت ولا اخذت بالي. ما تلقطون ابوي محل مال ماركة دقيقين صغيرون. ها شو هاي لوي فيتو، شوفوا والله بناية كاملة، بناية بزمها وعراها. ها هبت كيكين ولا 30 في 40 مساحة، بناية بزمها وعراها. يا سلام سلم، ما يندرى بكم في اليوم يدخل على هذا. شوف شوف كم أكبر البناية كلها أبوي. أبوك اللي يدخل عيب يشيل كاش أبوي ولا كرت من. يا أبوي لازم اللي يدخلون هالمحلات كروتهم علمت ما لها سعر معين، ما لها حد معين، لا تتشرخ تشخط وانت مطرج بعد لا تري الرصيد. يوم يقول لك ستر يشرى ولا يباع، شو حيثنهن يبن الحجاب وين ما يصير متحجبات. ها ست لهمان حليب وين ما يصير متحجبات، حيثنهن ابوي يبن الحجاب ويبن الستر. فلذلك ابوي الستر يشرى ولا يباع. ولاد مين اللي ضاري على الستر كان في بلاده ولا غير بلاده ما يودر الستر. والله شو تحرون انتم يا غير ابوي ضاري على قل الحيه كان في بلاده ولا غير بلاده. ترى جلي الحيه بيازم ابوي استوى هو جلي الحيه وبيموت هو جلي الحيه. والحيه قطره من تزل زلت على لادبي. الحيه ترى قطره من تزل زلت على لادبي. كان ذكر لو انت يلا مساري تغدى ما يندرى ابو مساري هم قدام ولا ورا. الله انا وياي من هاك المكان. شفت الدري هذا من وراه ها كله ظهرنا على الشوارع وعلى البنايات ما ادري شو. الحين ابوي بنقبض هذا الطريق هذا على ما تشوفون. اي هاكي مال باخر مال تسمونه مام مال الكنز والقراصنه ما ادري منو تحيدونه. اي كانها هاي الطريق خري مري. شوف العالم
اعتقد تغير البارحة احنا هني متعشين اظني. شوف الدنيا ظل عليك. هاي الباخرة مالت القطان. هاي القطان مال القراصنة. يظلون في التلفزيون. حلو والله. الحين عبارة عبرة في السنين الأولية اللي في دبي يسمونه عبرة، وهذا طوره وسموه التاكسي. الحين بعد موجود في دبي ما التاكسي التاكسي بدل العبرة حطوا تاكسي، تاكسي المائي شيء بعد باص مائي. قبل لا تاكسي مائي الأخوت هذا صورت لكم ياهم في الليل، في الليل يبين الحين، في الليل قصدي ما يبين الحين يبين غير بعيد عنهم، ما في يسير عن الجماعة أضيعهم. المساء علينا الحين 40 ودي نضيعهم. العظيم الله راح مني بعبد الرحمن محمد، من أقول له من أفتش عنك بعيد أشر علي في نص العالم وين بشوفهم. هذا تكسيها أظني البنايات هاي مشاهدات البحر، أظني سكن فوق، فوق سكن وتحت مطاعم. هذا وتعشين هالبحر المطعم الهندي وايد. ريلا نطيحك أبوي علها إن شاء الله لفدع يا أبو. شوفوا لي أخوه، هو يخته هو مطعم هو ما أدري شو ما تعرف له. وهذا بعد واحد بعد كذا الأمثال. وهذا بدأ هذا عدد العوامات مالات مصر، العوامات مالت مصر اللي الأول في الكبريهات ما أدري شو العنين القرضنا حين ما شيء منها حين شيء أظني شيء منهن بيوت جنهن هاي التجربة بنسير بنسير هذا الأبرة بنسير الأبرة الله يحفظكم نصور لأنه يقولون معلم معلم رئيسي ذاتي اللي يسدني ولا يصير دار الأبرة عبارة أبوي ما كان سار بقعة هي نعم ولا كان طاح البلاد من أهم معالمها دار الأبرة فلذلك الحين أبوي حزوا الشباب في المطعم ونص ساعة بين سيارتنا وياتنا برد وبرتعش شوف العين يختلف الحين إن شاء الله يتم هذا هذا ما يخلص مبلغ ثلاثة من أراعص علي بس إحنا اللي نزله نزله ما وصل عدالي بصور لكم إياه من يدي يدي خيب تبارك الرحمن أبوك ما بيخت هذا بلاد ما أنت رقم جيبته هذا واجب عليهم بكم خيب شوفوا الله عليكم أربيكم يا أخي هذا بلاد ما أنت رقم مكتوب شو مكتوب الله عليك بلاد هذا من كبر أكرم منه يخت كم من دور هذا أبوي مال معاريس كان هي ها هي هي بحروبة بعت الله ما يندرى من وين سايرين وين جايين العلم عند الله شوف باورت مكبرها كان صنقل حاطي لها ما بحاطي لها خراب باورها المتن أي خراب يقبضها ما هي بالها خراب ابوي صنقل يلا يلا الدنيا ابوي كلها يخوت كلها يخوت ما ظني حد فقاره في اهل البلاد استغفر الله العظيم هي اكيد انه شيء فقاره زكاة اموال اللي عندهم هل يخوت ابوي روح تمزر غطيه مطلع الشمس تغطي عين مطلع شمس مطلع يكون هالجماعة هالهلب اللي يخوت هذين بتلقى طبوي ما حب يبات فقير في هالبلاد كان كلهم بيزكون 100% الحين اللي هذه احد السبل عنده بس هاي بس اللي يخت واحد ما بالك شو عنده بعد منقيع لا تركض هي والله يلا برايكم في خسرني فيهم يا كلاب كلوف يلا ما نمسخ الله
هالصريمات اظني ضاربنهن عاقور، ضاربنهن عاقور 100%. وهذا التاكسي ها تونا ابوي اتفقنا وياهم، تقاطعنا ويا هاي راعيه الستيشن يعني مال التكاسي، تعطيها ابوي البيزات كل شيء، تخبرها كم من نفر وتقول لك سير ابوي على الرصيف الفلاني وركب ابوي في سيارتك. نحط طلبنا تاكسي يودينا ويجيبنا لين الاوبرا، بيودينا ساير جاي. وبنسير الله يحفظكم مفتشة الحد الحين الربع ويسارة هذا مترهم زين. وبنصور في دار الأوبرا وبرد عاسي بنتعشى في المطعم، ما بالهندي هذاك المقطن اللي الله يعزنا نعمله شيء مطعم الله يسلمكم. نحب غينا نتعشى عنده البارحة يا غير كل لين عينه، حاولنا لين الشدة برغم اني انا يا رمارة بنسحل من مدار المطاعم من ارمس مرة ما يقول لا، كان ذكر له انت تحرى اقرا عليه ويطيع ترى يلس اسولف وياه واقول له لا 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 نحن ما بنتحير، نحن ما نجلس وايد وقت الاكل وما ادري شو، ويطيعون فلذلك يوافقون. الحين هم يوم تصير لهم وما يطيعون يجلسونك تدري شو السبب؟ لان حب العرب والله يجلسون على الطاوله ويجلسون من المغرب لين صايف الليل. فيا اخي قلت ابوي نحن ابوي نحن ما بمال سميتات هكذا، نحن ابوي بنجلس وبنطلب عشان بنتعشى بنتوكل الله متوكل على الله وبنطرج عنكم. نحن ابوي ما لنا مقاقه ولا لنا بارض لين هالكثر عاد نحن لهالدرجه عاد عندنا نحن وقتنا نضيع نتفيزر عندكم هالتفيزيره كلها بس. وقالوا لنا برايكم هاي لك حتى والله هي قالوا عندكم 45 دقيقة، لأن أبوي ما يواحينا هاي البارحة يوم عدى اليوم قالوا فاركم طيب الحين حزولنا على 6:30 في المطعم. بين سيرتنا وياتنا الحين إن شاء الله بتكون تقريبا ساعة إذا الله جعلنا من الحيين. برد عاد خلاص برمسكم بنصور لكم خبر. يلا هذا التاكسي عاد العائم اللي حبي شلنا شل تقريبا 15 نفر. And but don't worry, we'd never need to use them on any of our boats, large or small. يخبر على عن طريق السلامة مع أو شيء تيوب أو إن عدنا بنعطيكم إياه كان حطاح ولا شيات ترى شيء تيوب تحت الكرسي يقول. هاي الساعة نو بيدور لتيوب هاي الساعة نو في قيد لتيوب يا ولد الحلال. فكنا عادة خلينا رمس أربعة فيها كل حين ياسي شرح حق الجماعة أني يعني اللي بيطيح ترى شيء تيوب للغمرية اللي ما يعرفون يسبحون. لكن يا أبو خالو يعرفون تسبح ما تسبح هاي أبوك محيط سود البحر مظلم هو يطلع الشر اللي يعاد غير بحر مسندر غير شارات البحر مال مسدر هالنمونة. ما زين لها الدنيا في نص البحر دفان كنا ولا فكرة عسكرية هذه ولا شو؟ لكن بعد شيء لنج ما قراصنة ما شفت تغميرة إن شاء الله أنكم تشوفون ما له شر كنا ما قراصنة هي بعد الجمجمة والعظمية. جسر المقطع لا بالضبط نفس الشيء كان هذا كأنه أكبر عادة لا والله أكبر بوايد كان بخيبة خفة العبارة مال الدلمة
هو شبه خلي ولا كنا هي. وينك وين جس المقطع عند الله علينا؟ ما يب وينك طبعا محيط جس المقطع عدالك. خيب مكبرة ما شاء الله مكبرة. ايه يلا صحة شيء ياخذون ابوي تور ها ياخذون اليخت العود هذا ويحطوه به بالاجار على ارخص هذا ها شوف عندها يخت مع كم دور شوف اقول لكم والله جوهم غاوي وبلادهم فنانة اخي المشكلة البعد بعيد بعيد حس شيء يا ابوك بعيد المشكلة بلادهم وين بليس نضيع عيالك 14 ساعة لو زود بعد هذا ذر هنا ابويا دار الاوبرا ارم مرحبا حمد الشريف حد انطش لي واتساب وقال واتساب تمونه هذا قال لي والله مطعم هذا ما بيسوي لها الصدع كلها اكيد انه دار الاوبرا يعني طلع صدق يعني دار الاوبرا عقب حد صحح لي هم علم الناس كلها تعرف غير انا شدها يعني مش انه شدها ما اهتم بهالمواضيع يعني شو يخصني كان دار الاوبرا كثر ما داني الاوبرا انا وين داني الاوبرا انا تعيبني الحربيه تعيبني الرزفه تعيبني العياله هذا اللي يوزني في يفنوننا هذا أوبرا وراهم حياه عملة شو التلفزيون حسنا شباه الأوبرا هذا مهل بالأوبرا يا سلام الشيء فنان بخبر عالم أمت لا إله إلا الله بكل نغني على ليلة كل انت على حسب شو يعيب شو ما يعيب وين ما صير مطاعم وين ما صير مطاعم على ما على مد النظر وين ما صير مطاعم هلا بلادهم سياحية بلادهم كلها سياحة بسياحة أكيد شي مزربطونهم اللوادم هالكثر أمة لا إله إلا الله لازم بيسووا لهم مطاعم وايدة لوين بيه وين بيه وين بيعيشون يعني وين بتعيش العالم ترى وصلنا نحن فكنا بالله عليك يا ربي ما اقدر يا لسوي عربس عارفة تقول وين يعيب والله هكذا ما بشي بصير تدرون ان هذا فندقنا ينمر عدا فندقنا هذا فندقنا هذا فندقنا نحن نحن عالي جسر المقطع هذا وهناك الاوبرا الطرف هذا البر هذا بيننا وبين الاوبرا الخور الخور هذا اللي تشوفوه بين فندقنا والاوبرا الخور يا ربي العالم بلاني ما صور عبر العرب كلها تصور عمارقة كلنا ابوي يصور عنده وانا بلاني ايش مستوي علي والله تصور عمري مصبعي يا اخوان خلق الله ما خلق تقولون ما بواضح هالمنظر ها الاوبرا تشوفونه ها ما اسمه مال الاوبرا واضح وفنان ورقم واحد ها زين الحين اريد اسوي صوره ها صوره يا اخي مصيبه كم واضح اظني فنان وغاوي شو يصورون في العرب الحين يوم الناس كلها جالسه الحين تصور هذا مال الاوبرا شوف أكثرهم أقول لكم رحلة
عليهم هم من هالكويت يا مسوي وراي هالكويت اسمه الله يعزوز معزي شيء فلتر تحطه يوم بتصور اللي ما يتشاهد يغدي فنان أنا حطيت حق عم مسوي كيلو ثلاث يغطي إذا تبي تظهر عمرك حلو تظهر عمرك فنان وغاوي يعني تحيس ها 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 لين يظهر أول شيء يظهر واحد وجهه كأنه بجي واحد وجهه محتاس واحد وجهه ما أدري شو بلا واحد عيونه طاهرة واحد أشلق واحد أبلق آخر شيء يظهر هاك اللي يخلي الوجه غاوي تونا صوركم صورتين وأنا غاوي أحر رديت على ما كنت يلا يلا ما إذا ما لحقت عليها العروس شفت اللي طرف فعاد حينه ما زين له فستان هي أبوك الله مقضاها والله ولا تتنافض ولا ولا شيء عادي هبنح العروس أربع أبوي حرمات يقودنها يلا يلا تتنافض بكبرها هذا أبوي خبر خير هيا بقول القواه ما لحد هاي أبوي القواه تونا نحن وقف ابن شفتوا الحين وين صار هذا اللنج العود هذا الباخره هذه هناك تونا وقف ابن الطراد هذا تاكسي البحر شوف هذا وهذا فندقنا مره نشاهد الاوبرا هذا ليتات ليله ابقى فوق هاي اللي من فوق هاي سويتات واللي تحتن غرف عاديه لا والله هب هذاك هاك النقلة هذاك لين فوق هاك سويتات لين تحت ثلاث أدوار كلها غرف عادية والباقي كلها سويتات بلادهم فنانة بلاد عليها رضوان من الله وايد فنانة البلاد هيلك البلاد هاي كم عمرها آلاف السنين ما أدري متى يوهم قبل 4000 سنة واستعمروا ما أدري منو قبل 500 سنة ما أدري شو يتم الحكومة اللي ما أدري شو وجت له ما أدري منو أباده ما أدري منو عاش ما أدري منو عين أبو عيس تاكل يوم وين أسمع اني بروم احفظ هذا كله حق على سبب اني اعد عليكم ما بروم مسكن مشيت ابوي نسيته انا بخبركم عن معلومات ليه بابوي دخل الانترنت بيعرف هذا كله ابوي تحت الارض مره نشاهد البحر غير تحت الارض على ما تشوفون امه لا اله الا الله كل ابوي على ما تشوفون مرة هذا بعدها منظر بحري لا يربيكم شوف الله عليك أمم احنا كنا فوق هناك وحين نزلنا تحت على ما تشوفون يا هيوة خلق خلق الله ما خلق وبيان ابوي اتهادة بشارة وصلنا ابوي وصلنا حين على للبر الثاني ويسارين حين بنتعشى ومن تعشى إن شاء الله بنصير أبوي فندقنا بنصلي بنعين الله خير وبنرمس وياكم بنشوف العلم والخبر والهست كله بنخبركم به إذا الله جعلنا من حيين يلا لكم بدعة الله حد ساير وحد ياي حد ساير وحد ياي شو ما شاء الله زاد من كبرة وين ساير أعتقد تزر لين عينه
فلذلك الحين أظن يسيرونهم هو عشاء وهي جولة بحرية يعني أتوقع يعني علم عند الله. نحن أبوي عشانها تحت هالبنايات الثلاث طرف عاد منها آخر شيء. ابدا عرس 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 متحرك. شوف الله عليك مقبره. يا سلام سلم. هاي شل ابوي هل مدينه محمد بن زايد كامل كل ابوي يتلايمون فيه. لو يستوي فيه عرس ضم الدنيا كلها. والله حد يسوي الفكره هاي عندنا في ابو ظبي. وسلج والله ها يمشي. شوف انت والله بلاد من كبره كانت تبون الصدق. ما شاء الله تبارك الرحمن. ونحن ابوي عشانا في هالبنايات ها من تحت ها كلها مطاعم. اللي شفتوهن البارحه هن غير البارحه سايرين بلية شو اسمه بلية حجز واليوم بحجز. فقدت راعي المطعم ليل بحاجة تعشينا عنده فقدت مطعمه. لا بقول لها سمبوسة ترى مقطنة محومضة نو اللي كتناو في حامية اللهب. والله ان السقم ريج ان مخومي اكله يعني اكله الدود بخط عدالة ما بورو ما صور سيدة. هذا هو عرفت من الصحونة ها حيث ان ابوي حيث انه ما يتشاهد اكله ما عنده حتى نفخ. هذا هو هب حد يوايج عليه ها هذا اسمه ما ادري شو هذا اسمه لك ها حيث انه ما يتشاهد اكله ولا قطو عنده. البارح احنا يوم قلت لا حيله هذا ابوي لي بلي حجز يجلس ابوي في اخس الاماكن. اي والله كلنا والله عند الا مليون قلت لا حيله. يلا هو مطعمنا ها اللي احب ناكل فيه. مظلم عاد ما يبين شو اسمه. ها شو خلق الله ما خلق أمة لا اله الا الله. دور ابوي الطاوله اتفق ما تلقطها من العالم. ناو ذا ستارتر ذا سلط وات از جوينغ تو بي حمص متبل ولا لا لا بابا غانوش اتوم يوغوت فاندلابنه and the hummus uh-huh. and the kharama like fishy one okay. garlic fishy okay now the other for me what is it lamb shoulder is it very nice very good very tasty good. Yes exactly how the weight 450 grams like this size meat. Enough for me for yeah. one person grill not grill huh? oven in the oven the baked baked how many hours 4 hours thank you very much thank you very yes sabr thank you very much you are equal يس ايش تحراني الحين تغلبني انت. الحين ياس يشرح لي الاكل مالي ها يس هذا يسين يا سلام قالك كيف مال الخروف بس 4 اورز سلو كوك شوف انت اند نو بون ان نو بون يا رك الله ثانك يو فيري ماتش شكرا ابوي الباب ينقرم من عنوانه على ما تشوفون ابوي يوعان ميت بتاكل طعمه زين يا غير مبشرات اللي في نيوزيلندا اللي في نيوزيلندا ابوي هذاك لا صار قبله ولا بيصير بعده ولا تتكل نشراته لا في البلاد ولا غير البلاد. انا بحياتي ما تتكلت انا ومحمد ما خليت حد ما اكلت في مطعم في البلاد عند العالي وعند الداني في عزة في فرح في حزن في طحن في الزمان في عزب في مزارع في كل بلاد الدنيا العوده شرات للحمل اللي طعمته من يومين ولا وسوق كم سوايه
يعني ما فيها لا بهارات ولا شيات ولا همك الله ولا هم يحزنون، وغادي تحرها الزبده هذه مليون شيء وشيء فيها يا غير ما فيها اي طعم للحم، جوده عاديه يعني ما في اي شيء، اي شيء عادي، اللحم شوي عادي بالعكس بعد ما يتشاهد. الله يعز النعمه، يلا بمال الله. كم ساعة في المول ما صورت الويقة كريم تي لونها ما تقايل من الصبح تحمشت بغيت عارف شو أسوح حينه ريال طرش لي أو حرمه ما يندرى بشو يسمون كريم ياردلي الأول هاي الدهان الخضر لوقة تي محبرة دور صغيرونة أكبر راحت اليد وغطات ذهبية لها صوت حرمة صورة حرمة تي لها عنقن طويل يسمونه الأول كريم ياردلي جلست تدور من هذه الساعة وما أدري منو هاللي تو يزاه الله خيلي خبرني عن اسمه إيه ثار اسمه كريم ياردلي يا ربي بعد ناس فيها خير الله ملك الحمد أشهد إن الدنيا بعدها فيها خير وبعدها ما زالوا هالخير موجودين اللي حد يتذكر كريم ياردلي اسمك فيه خير أو فيك خير الحرمة اللي تذكرتي وطرشتي لي اسمه بارك الله فيك. ما وحالنا نظهر من المطعم إلا ساروا يروون راعي المطعم التصوير اللي أنا صورته وإني علقت على التصوير عين أبوكم أنتوا يلا بسد لنا لا جي حد. مساكم الله بالخير بشركم أنا زايد بن حمدان دخلتونا ظاهرين عنده أنا وخليفة مسلمين عليه ومستانس ويضحك ويسولف خير الحمد لله. الله يحفظكم هذا أحلى مساء وأحلى خبر اليوم يعني ان الشيخ ولد الشيخ اللهم لك الحمد ان بخير وسهال وهذه البشارة ابوي من مصدر موثوق به 100% مثل ما انا ارمسكم هذه بشارة الخير والناس الحمد لله هذا كله كل يرد الفضل اول شيء لله سبحانه وتعالى ولكم انتم يا شعب الامارات يا الشرق الاوسط يا العالم يا الدنيا العود يا وفضل من فضل دعاكم ودع العرب هاي كلها المسلمين اللي كلها تدعي وتدعي صبح ومساء صبح ومساء ان الله يعود بخير وسهل ورب العالمين اللهم لك الحمد استجاب لدعاهم على الله يطول بعمر كل من دعا وكل من طلب اللجر والعافية للشيخ ولد الشيخ بارك الله فيكم وهذه البشارة لكم. شكور يا حمد الشامسي وكل الشكر والتقدير لك يا خليفة المحيربي طالت عماركم طالت عمار الشباب اللي هناك كلهم يعلى الله إن شاء الله يعود شيخ زايد بن حمدان بن زايد بخير وسهالة ولا يشكو من بأس هو وربعه ليه ويا كلهم كلهم المصابين إن الله يعافيهم ويغفر إن شاء الله الأرواح الشهداء ويطول بعمار إن شاء الله عيالهم وعيال عيالهم ويحفظ أمة محمد أجمعين ويحفظ إن شاء الله دولتنا بخير وسهال ولا نشكو من باس لا نحن ولا أجيالنا الأجيال جاي ولا اللي عقبها ولا اللي عقبها ولا اللي عقب 1600 سنة إن شاء الله بيكونوا كلهم بخير وسهالة دامهم يمشون على نهج حياة زايد إن شاء الله الأمور طيبة اللهم لك الحمد تستاهلون تستاهلون هالفشارة الطيبة يا شعب الدولة يا شعب دولة الإمارات كلكم من الفجيرة لين السلم لين مشرقها ومغربها مرة كلكم هذا كل فضل من الله سبحانه وتعالى هذا فضل من الله سبحانه وتعالى وفضل دعوات الناس الصادقة وفضل دعوات الناس اللي بتموت تبى تسمع الخبر الطيب متشافق الخبر الزين يالس الناس ضيان في صدورهم تقلق تتريى الخبر الطيب تتريى الخبر تتريى البشارة الطيبة واللهم لك الحمد الله حقق منياتهم والناس الحمد لله رب العالمين يعطي المسلمين على قد نياتهم ورب العالمين عطى الشعب على قد نياته شعب الإمارات كلهم اللهم لك الحمد نيتهم صافية
يدعون صبح ومساء يالسين واجفين على كل فرض، كل فرض يطلبوا من الله سبحانه وتعالى ان الله ان شاء الله يعافي الشيخ ولد الشيخ، كل يدعي له، كل يطلب من الله ان الله يعافي. والحمد لله رب العالمين كريم، رب العالمين كريم، استجاب لدعوات العالم هذه كلها اللي تدعى صبح ومساء. رب العالمين فتش الكرب، اللهم لك الحمد، ويسر الامور، وان شاء الله انكم بتشوفونا قريب بحيل الله، بحيل اللي ما تنام عينه، وبامر الله، وامر الله غالب كل امر، ان الله ان شاء الله يعود سالم غانم، ويشوفونه ان شاء الله الصغار والكبار، ما يتم حد ما يشوفه، وان شاء الله انكم كلكم بتفرحوا به في القريب العاجل. الرقاد عاد الحين بوني مسكر الليتات، مسكر الدنيا برقد، الرقاد حتى طار من عقب هالخبر اللي هي الرقاد طار، وينك يا الرقاد؟ يا بعدي يا مايد، يا بعده الرقاد اليوم ما بيي هالخبر، هالفنان بيي الرقاد ما بيي الرقاد.